نذكركم تنجموا تتفرجوا فينا زيد لايف على الباج فيسبوك راديو متيونزين العباد اللي كونكتي على الفيسبوك سينو لي فريكونس نتاعنا. نقول لكم سيسر ويحكم في الثنيه مع السخانه ودرجه الحراره المرتفعه ليامات هذه. نقول لكم طريق السلامه للجميع. اختي واختي في الكياس واختي واختي نمشيو مع صوفيا فرحات في شوفيان. شوفيان شوفيان ممكن حكومه روبوات هي الحل. اليوم هو آخر أجل دستوري لختم قانون المحكمة الدستورية من لدن سيادة رئيس الجمهورية، وعلى ما يبدو ماهوش باش يختموا باعتبار المواقف والتصريحات العلنية اللي أكد عليها سي قيس سعيد في أكثر المناسبة، وزيادة على فرضية عدم ختم هذا القانون فما قضية التحويل الوزاري متاع 16 جانفي 2021 اللي يرفض رئيس الجمهورية بدلالة أنه يرفض لحد توا أداء اليمون الدستورية من قبل 11 وزير جديد قدامه، علما وأنه لحد توا ومنذ شهر جانفي 2021 ثم 8 وزارات تدار بالنيابة، ونزيدوا عليهم رفض رئيس الجمهورية تسمية مسؤول جديد على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لاعتبار كما قال ولت البارح لدى استقباله المسؤول السابق المقال على رأس الهيئة، يعتبر أنه الإقالة والتسمية غير قانونيين وفيهم تصفية حسابات وهي بمثابة إقالة من يكافح فعليا ضد الفساد. الحاصل المسائل ماشية وتتعقد، ودوالي بالدولة ماشية وتتعطل، والعلاقات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئيس البرلمان والأغلبية البرلمانية ملغمة أكثر من أي وقت مضى، ولا ثم نية لتسوية الخلافات والخصومات ولا حتى آليات قانونية ودستورية لفضها. معناها بعبارة أخرى، احنا عيشوا توا في جمهورية مزاجية قوامها الإقطاع السياسي والاستئثار بالمؤسسات كل على حدة والتفرد بالقرار بدون محاسبة ولا رقيب، والمسألة يشترك فيها الجميع بدون استثناء. والغريب أنه بقطع النظر على الأحزاب وقياداتهم ثم جماعة يطلبوا منك باش تنتصر لهذا أو ذاك مهما كان موقفهم، وإلا يهاجموك وينصبوك العداء لأنك مش من مولديهم ولا من توابعهم. وأنا شخصيا في هالقلم من مناصري المثل الشعبي اللي يقول أخسر وفارق وقول ما لا راحة وخلي كلام العيب في مطرح. ممكن الحل يكمن اليوم في أن وبما أن طالبين الرقمنة الشاملة نعمل حكومة ولا مسؤولين على رأس المؤسسات آليين، فبحيث يوليوا عنا مسؤولين وحكام روبوات. والمسألة كده تشوف ما هيش صعيبة باعتبار وأنه عديد المسؤولين شكلهم وكلامهم روبوات بالمنجد. نعرف أن الفكرة ما هيش بشتاجه بالجماعة اللي ما يحبوش، خاصة رئيس قيس سعيد شهر الإخشيدي بالبربري وروبوكوب في المجازي، معناها في كل الحالات يهربوا من القطرة يجيوا تحت الميزاب. شوفيان شكرا لك سوفيان بن فرحات. كان فاتتكم شوفيان بالنسبة لليوم، تعودوا تفرجوا فيها تلسويت على الباش فيسبوك راديو متيونزين. رجعنا معكم في بقية موضوعنا في البرايم تايم سينو كالعادة، الفن التونسي موجود معنا، الموسيقى التونسية والكبارات متاعنا في الأغنية التونسية، منهم السيدة نعمة توسمت فيك الخير. نقولكم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، ما زلنا مواصلين معكم ما تبعدوش.